اليوم تأتمر بكم وقلوبنا كبتتها حزينة لما أصيب به أشقاؤنا وأولاد عمومنا من بطش جماعة الهريق تبقى تبكيك هذه البلد. وهو الدعائر دعوتنا إلى هذا المطار حتى نكون جميعا يدا واحدة ضد هذا الإرهاب، لأنه أصبح ليس إرهابا فكريا ولا إرهابا دينيا ولا إرهابا ثقافيا، بل هي أصبحت جرائم قتل عن ضد الشعب بقصد تبكيكه وقصد أن يظل هذا الشعب في مؤخرة التاريخ، ويظل هناك فجوة بين شعب وقياداته وشعب ورئاساته محاولة تشكيك كلاهما الضار. فيجب علينا في المرحلة القادمة أن نكون أمام تلك الإرهاب الذي لا يفرق في الدين أو في الجنس أو في المعاملة، إنه يضرب المدنيين أينما كانوا، ليست هي معتقدات بقصد مكاسب سياسية قد ما هي معتقدات بقصد تحقيق أهداف لمنظمات خارجية. المستشار عمرو عبد الرازق رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. حتى الآن لم نقوم بمحاكمات عسكرية، كلمني عن هذا الأمر، لماذا لم يتم حتى الآن؟ الدستور المصري فرق بين القضاء العادي والقضاء العسكري ووضع له سلطات ووضع سلطات للقضاء العسكري، وجاري اليوم من خلال البرلمان إعداد تصور لاختصاصات القضاء العسكري وبعض القضايا التي تحال القضاء العسكري، حتى لا يقال على مصر أمام العالم ويأخذوها دعاة الإرهاب والدول المناهضة لمصر أن هناك إجراءات مصر تتخذها في عرض على القضاء العسكري منافية لحقوق الإنسان، إنما هناك ضوابط وبعض القضايا تعرض على القضاء العسكري وفقا لاختصاصاته، وبعض القضايا تعرض على القضاء المدني وفقا لاختصاصاته، وكلاهما قضاء، وقضاء يحكم بقانون مصري وقضاء جازم وحازم، وسوف نجد في المرحلة القادمة في سرعة الفصل وفيما يتخذه من إجراءات قبل تلك الجماعات ما هو يحس ويضرب على يدهم بقوة. دعنا نتفق سيادة المستشار أن ما يحدث الآن في مصر من إرهاب هو انتهاك لحقوق الإنسان. يجب أن نفرق بين انتهاك حقوق الإنسان وانتهاك حقوق الشعب. ما يحدث على أرض مصر هي محاولة لانتهاك حقوق شعب، بمعنى أنهم يريدون تفرقة هذا الشعب، ويجب علينا قبل أن نطلب من أي جهة أخرى أن نكون صفا واحدا وراء قيادة حاكمة وراء جيش، نضع الثقة ثقتنا في من وليناهم ونحارب من يعتدون علينا، لأنه دلوقتي الإرهاب لا يضرب شخصا بعينه أو صفة بعينها أو دينا بعينه، إنما يضرب شعبا، واختراق حقوق الإنسان هو بأضرب شخص معين علشان ما ادلوش حقوقه، أنا بضرب دلوقتي حق شعب، سلطة شعب، أرض شعب، مواطنين أبرياء. سيادتك النهاردة في حضور مؤتمر مصر في مواجهة الإرهاب، أجندة حضرتك وتوصياتك هتكون إيه؟ هتعرفيها، لأن احنا المرحلة الجاية هي مرحلة قوية، يجب أن نقف كلنا ضد هذا الإرهاب، ليس مصري وليس خليجي وليس عربي وليس أجنبي، فالإرهاب يضرب العالم كله، ويمكن أنتوا شايفتوا الفترة اللي فاتت كان في أوروبا في أمريكا في جنوب أفريقيا في كل حتة، يجب أن يكون هناك وقفة للعالم ضد تلك الجماعات. تقريبا نحتاج وقت قد إيه لتحديد يعني محاكمات عسكرية وتعديل القوانين؟ القوانين تعدلت أغلبها وتطبق، وإنما يجب علشان أخذ حكم حقيقي ياخذ حقه، أنت متهم قدامي، خذ حقك
وانا هاخد حقي كدولة منك. انما مش هاجي في يوم من الايام اقول له والله انت متهم اتحبس اتقتل. هيقولوا لك والله ده ما فيش حريه تقاضي، ان القضاء مسيس، ان الاجراءات اجراءات تعسفيه. انما احنا بنقول والله من يعتدي علينا بالخطا وبالارهاب وبقصد الاضرار سوف نعتدي عليه بالقانون حتى ناتي لهذا الشعب بحقه. رأي حضرتك إيه في القضاء، في بعض القضاء اللي بتستشعر الحرج أمام قضايا تمس فعلا كرامة المواطن وحقوق الإنسان؟ كان زمان، هنا ما فيش حاجة زي كده دلوقتي. لا حاليا بيحدث حتى الآن. يا فندم بعد إذن حضرتك، يمكن حضرتك مش واخدة بالك منها، إنما هي غير واردة، وإن القانون حدد إيه هي حالات استشعار الحرج وهي حالات الرد وهي حالات الإضرار. والحمد لله احنا عندنا قضاء اليوم لا تقصف أقلامهم، يستعينون بها في كافة الدول العربية.